مرحبا، صباح الخير وشكرا لمشاركتكم معنا في التحليل الفني الصباحي من شركة وينزور. معكم عمر الفودة. تاريخ اليوم 11/12/2012. بالنسبة للجدول الاقتصادي لدينا خبرين اليوم. أول خبر سيكون بعد ساعة وهو من ألمانيا وبيخص المناخ الاقتصادي. بنشوف إنه التوقعات سلبية، 11 في السالب. فإذا طلع التوقع نفس إذا طلعت القراءة نفس التوقع أو أدنى من ذلك، فمن المفروض أن يكون لها تأثير سلبي على العملات اليورو والاسترليني. فهذا الخبر سيكون بعد ساعة. لدينا خبر الساعة 3:30، الميزان التجاري من الولايات المتحدة. نرى أن القراءة المتوقعة 42 مليار في السالب، فإذا طلعت أكثر في السالب من هذه القراءة أيضا من المفروض أن يكون لها تأثير سلبي في الأسواق وخصوصا على مؤشر الداو جونز والنفط. إذا لنبدأ باليورو مقابل الدولار. نرى حاليا أنه يستمر في حالة الارتداد، طبعا نحن في اتجاه هابط، هو يرتد الآن. من المفروض الارتداد الحالي أن لا يرتفع فوق 29.70 حتى لا يصبح هنالك خوف على الاتجاه الهابط. سبب وجود مقاومة عند هذه النقطة، نرى أن المتوسط المتحرك 55 عند هذه النقطة وأيضا القمة السابقة، ومن المفروض أن تكون القمة الحالية أوطى من القمة السابقة حتى يستمر الاتجاه الهابط. نقطة المدار عند 29.10، فحسب التقرير على الموقع هذه إشارة للصعود، ولكن على مدى الـ4 ساعات، الرسم البياني مدى الـ4 ساعات الذي يكون الزمن أطول عليه، هي تستمر نظرية الهبوط. إذا فتحنا الرسم البياني على مدى الساعة أيضا نرى إشارات صعود، فهنالك اختلاف واضح من الرسم البياني على الـ4 ساعات وعلى الساعة. على الساعة نرى أن هنالك علامات صعود، نرى مؤشرات الزخم إشارات صعود، ويحاول حاليا الارتفاع فوق المتوسط المتحرك 55 وتداول فوق نقطة المدار. فمعظم المؤشرات على الرسم البياني مدى الساعة تؤكد انعكاس الاتجاه الهابط، ولكن على الـ4 ساعات نرى أنه كل المؤشرات ما زالت تدعم الهبوط. فعندما يكون اختلاف ما بين الـ4 ساعات والساعة، ذلك معناه أن هنالك ضعف في الاتجاه الهابط الحالي، ولكن يفضل الانتظار حتى ارتفاعه فوق 29.70 وتداول فترة فوق هذا المستوى حتى نقول أنه فعلا انتهى الاتجاه الهابط وأصبح لدينا اتجاه صاعد جديد. حاليا لا نستطيع أن نقول ذلك، يجب علينا أن نرى إشارة جديدة. في حال عاد إلى الهبوط، طبعا أول هدف لعمليات البيع 28.80 القاع الذي نراه هنا، وأما بالنسبة إذا استطاع كسر المقاومة يصبح لدينا هدف 30.00. نرى هنا لدينا قمة سابقة ونرى قمة في تاريخ 6/12 30.85، ومن ثم أعلى سعر للاتجاه الصاعد السابق 31.30 كأهداف عمليات الشراء. نرى نفس الحالة بالنسبة للاسترليني. نقطة المدار تكون عند 60.40. هو الآن يرتد ارتداد من الهبوط، ولكن لدينا علامات واضحة أن الهبوط مستمر. قمم أوطى على التوالي، حاول الرجوع إلى القناة الصاعدة ولكن لم يستطيع، وهو يتداول يستمر في التداول خارجها. هذه تكون إشارة هبوط، ولكن نرى أن التداول عاد فوق المتوسط المتحرك إشارة صعود. لدينا إشارة صعود من نقطة المدار
إشارة صعود من الـ MACD، إشارة هبوط من المومنتوم 22، فواضح أن هنالك اختلاف في الإشارات. إذا ذهبنا إلى رسم البياني مدى الساعة، أيضا نرى معظم المؤشرات تعطينا إشارة صعود، فيفضل الانتظار. إذا استطاع الارتفاع فوق القمة تقريبا 61 تكون إشارة جيدة أن عدنا إلى الصعود مرة أخرى، ولكن إذا استمر في الهبوط تداول أدناها، وخصوصا إذا هبط أدنى المتوسط المتحرك ونقطة المدار، نقول نعم فعلا سنستمر في الهبوط. ولكن حاليا الارتفاع الذي شهدناه كما نرى تقريبا 100 نقطة من تداول يوم الجمعة، ذلك يسبب خوف بالنسبة للاتجاه الهابط، أي أن هنالك فرصة لنعود إلى الصعود. دولار مقابل الين، لا تغيير عن التحليل السابق. نقطة المدار تكون عند 82.50، هو قريب من هذه النقطة حاليا، فيفضل الانتظار هل سيستمر في التداول أدناها أو يعود إلى فوقها، ولكن مبدئيا لا يوجد اتجاه، ومن الصعب معرفة هل صعود أم هبوط حتى نرى إغلاق شمعة أو شمعتين فوق ال 82.85 أو أدنى ال 81.65. كما نرى 3 محاولات في الارتفاع فوق المقاومة لم يستطيع، محاولتين في الهبوط أدنى الدعم لم يستطيع، فبسبب ذلك نقول أنه منذ تاريخ 22/11 لا يوجد اتجاه. دولار مقابل السويسري يستمر في الصعود، نرى أنه ارتد بعض الشيء، وجد دعم عند نقطة المدار 93.15 والآن يعود إلى الصعود، ويبدو أنه في طريقه ليحاول تحقيق قمة جديدة فوق القمة السابقة 93.80، فنحن في انتظار هل سيستطيع تحقيق قمة جديدة أم سيفشل وتكون علامة انعكاس اللي معروفة بالدبل توب. ولكن فقط في حال هبوطه أدنى 93.15 نقطة المدار والقاع وأيضا المتوسط المتحرك 55، يكون لدينا 3 إشارات أنه انتهى الصعود وسنعود إلى هبوط. فقط في هذه الحالة يفضل البيع، ولكن إذا استمر في التداول فوق هذا المستوى يستمر، المراكز المفضلة هي شراء. فإذا حتى لو كان هنالك عمليات شراء موجودة، هذه منطقة جيدة للخروج من السوق، قريب من هذه المنطقة وأدناها بعض الشيء. في حال استمر في الهبوط فيكون المراكز محمية، وإذا عاد فوقها يمكن الدخول مرة أخرى في عمليات شراء. في حال كسر المقاومة نرى أنه لدينا أهم مستوى القمة السابقة عند 94.55، ولكن إذا كسر الدعم نرى هنا أهم مستوى لعمليات البيع عند 92.40. ولكن معظم المؤشرات حتى الآن نرى أيضا من مؤشرات الـ MACD والمومنتوم 22 أن كل المؤشرات ما زالت صعود. النفط يحاول مرة أخرى على الدعم 85.40، نرى محاولة سابقة في تاريخ 28/11 لم يستطيع وارتفع 5 دولارات من هذا الوقت، فإذا فعلا وجد دعم عند هذه المنطقة الحالية تكون فرصة شراء جيدة، ولكن إذا استطاع كسرها تكون علامة جيدة للهبوط الحالي الذي نراه هنا. تكون إشارة جيدة أنه سيستمر في الهبوط.
فمثلا يمكن أن يتم الشراء عند هذه النقطة، ولكن الخروج تحت الدعم بعض الشيء نستطيع أن نقول مستويات 85-20 أو قريب من 85، حتى إذا وصل إلى هذه المستويات فتكون إشارة أنه فعلا قد كسر هذا المستوى، أو انتظار الشمعة إغلاقه أدنى الدعم فيكون تم شراؤه على أسعار متدنية، ومن ثم قد يعود إلى القمة السابقة. ولكن يجب أخذ الحذر والخروج من السوق في حال هنالك علامة أنه لم يجد دعم عند هذه النقطة وفعلا استمر في الهبوط، فيتم وضع أمر إيقاف الخسارة قريب من هذه النقطة وليس بعيد. إذا فعلا استطاع كسر هذه النقطة كما نرى في السابق لم يستطع كسرها عدة مرات، أول هدف كما نرى هنا لدينا لوات عند 84-60 ومن ثم 84-00، ولكن إذا عاد إلى الصعود يمكن نضع أخذ الربح عند 86-90، 88، وأخيرا 89-80. الذهب محاولة للصعود، تستمر نظرية الصعود، هو الآن يرتد ارتداد طبيعي، إذا هبط أدنى 1700 تكون إشارة سيئة للصعود، ولكن هو الآن يرتد، ومن المفروض إذا استمر في حالة الصعود أن يعود يحاول تحقيق قمة جديدة فوق القمة الحالية عند 1716، ويواصل الصعود إلى 1722 ومن ثم 1731. ونرى ذلك أوضح على رسم البياني مدى الساعة، نرى عند 1706 أو عند القمة هنا، فإذا كان هنالك في رغبة في الشراء فمنطقة جيدة للخروج من الصفقة وحماية النفس تكون عند تقريبا عند 1700 أو أدناها، لأن ذلك تكون إشارة سيئة للصعود. فهو طبعا يفضل الشراء بعد الارتداد ليتم شراؤه على أسعار متدنية، ولكن دائما يكون السؤال متى سينتهي الارتداد؟ هل سينتهي الآن أم سيستمر في الهبوط شيئا ما ومن ثم يعود إلى القمة؟ في العادة يمكننا أن نأخذ القاع السابق أو مقاومة سابقة كنقطة كإشارة أنه سينتهي الارتداد هنا، فنستطيع أن نقول تقريبا كحد أقصى الارتداد سيصل إلى 1703 ومن ثم يعود إلى الصعود. إذا هبط أدنى هذه النقطة نقول أنه ليس ارتداد ولكن أصبح انعكاس، ويصبح التطلع هبوط بدلا من صعود. كمثال لهذا نرى أن الداو جونز يستمر في الصعود ولا نرى ارتداد، فقد تكون سيء الشراء عند هذه النقاط. يفضل طبعا أن يتم شراؤه على نقطة متدنية كما نرى هنا مثلا، ارتداده إلى هذه النقطة كانت فرصة شراء جيدة. ما هي الأسباب التي كانت تؤشر لنا أنه قد ينتهي الارتداد عند هذه النقطة؟ نرى متوسط متحرك ونرى قاع سابق عند هذه النقطة، ففعلا كانت منطقة دعم، نرى مرتين كانت منطقة دعم ومن ثم عاد إلى الصعود. الآن هو لم يرتد، الذي نراه هنا لا يعتبر ارتداد، فقط شمعتين هابطة. في العادة يجب أن تكون شمعتين في حجم طبيعي حتى نستطيع أن نقول أنه ارتداد، كما نرى الارتداد هنا 3 شمعات وهبوط 150 نقطة، فهذا يعتبر ارتداد. ولكن الذي نراه هنا
لا يعتبر ارتداد، فقط 50 نقطة، ليس ارتداد صحيح نسبيا. فالاتجاه صعود، ويفضل عمليات الشراء، ولكن كما نقول يفضل أن لا نشتريه وهو على صعود، لأنه قد يرتد من هذه النقطة ومن ثم يعود إلى الصعود، فيفضل انتظار الارتداد وعلامة للارتداد. فإذا مثلا ارتد حاليا، نقطة تكون 13070 كنقطة انتهاء الارتداد أو المتوسط المتحرك، تقريبا ما بين 13070 و13030 تكون نقطة شراء جيدة، ومن ثم يعود إلى الصعود. إلا في حال كسر هذه المنطقة، يتم وضع أمر إيقاف الخسارة مثلا عند 13000 أو 12990، لأن إذا هبط إلى هذا المستوى قد يصبح يتحول من فقط ارتداد إلى انعكاس، ويصبح لدينا اتجاه هابط جديد، ويكون انتهى الصعود. فيفضل طبعا الخروج من عمليات الشراء. فهذا بالنسبة لتحليل اليوم، شكرا لاستماعكم.